انطلاقا من قيس ضغط العجلات إلى تشخيص محرك العربة، خطوة يمكن أن تكشف عن الأعطاب التي قد تساهم في زيادة استهلاك الوقود. عملية مراقبة مردودية محرك السيارة ونجاعته من الخدمات التي وفرتها الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة خلال الحملة الوطنية للاقتصاد في الوقود لفائدة سائقي العربات. وراني ديفوم زميت اي تريك باذن الله، عندي ترومبا لازم نصلحها، تاكل مازوت برشا زاد. تشخيص المحرك اذا كان ثم اعطاب ثماش معناها حوايج معناها ماهيش كوم الفو في الموتور، دونك حاجه باهيه. اهم حاجه هي الصيانه المنتظمه، السائق لازم قبل ما يطلع في كهربته يتفقد موتور، يتفقد الزيت، يتفقد توسكي ميكانيك. نقيسوا الضغط نتاع العجلات، خاطر العجله كي تبدا ماهيش معدله، يصير ثم استهلاك تاع وقود زايد. نقوم بالفحص الفني بالإعلامية باش نقيسوا المؤشرات نتاع السيارة، خاصة كل ما هو يعني إلكتروني، نشوفوا اللي ثم استهلاك وقود زايد ولا نشوفوا اللي ثم عملية احتراق غير متكاملة، ولا كل يعمل له مشاكل اللي يظهر توا واللي يظهر له بعد. من خلال توزيع مطويات تضمنت خطوات بسيطة ونصائح عملية لسائقي العربات قد تساعد على تقليص من كلفة استهلاك الوقود تصل إلى حدود 40%. نعرف الصيانة الدورية للعربة هي تحافظ على الاستهلاك، معدل الاستهلاك العادي للعربات وما نخليهاش تزيد. فما زاد بطبيعة الحال اعتماد سياقة سلسة، وأهمية السياقة الاقتصادية بالنسبة للسيارات نتاعنا بين 90 وبين 110 كيلومتر في الساعة، فما زيادة في حدود 30% معناتها 1400 معناتها على جيب المواطن. إجراءات تشجيعية على توريد السيارات الكهربائية قد تعتبر من الخطوات التي تساهم في تحقيق الأهداف الطاقية التي وضعتها تونس بخصوص تقليص الطلب على المحروقات تصل إلى 30% في أفق 2030. في قانون المالية لسنة 2022 تم إدراج افونتاج فيسكو بالنسبة للسيارات الهجينة والسيارات الكهربائية. بعد الإجراء هذايا الوكالة قاعدة تقوم مع بعض البلديات وبعض الفضاءات التجارية بوضع برنامج لتركيز نقاط شحن السيارات الكهربائية. تونس وضعت أهداف طاقية وبيئية معناتها حددتها في حدود بالنسبة لسنة 2030 تحسين من المزيج الطاقي في إنتاج الكهرباء ب 30% من الطاقات المتجددة، وزاد التقليص من كثافة الكربون في حدود 46%. الحملة الوطنية للاقتصاد في الوقود ستتواصل بعدة جهات لتوعية سائقي السيارات بأهمية التقيد بنصائح عملية تمكن من تخفيض استهلاك المحروقات، حيث يستحوذ أسطول النقل على ثلث الاستهلاك الوطني للطاقة.